نمسي عليكم بالخير. وعدناكم من قبل كم يوم ان نطلع لايف نص الليل، لكن بطريقة مختلفة، طريقة مختلفة وجديدة ما صارت من قبل. لايفنا اليوم لايف نص الليل، لايف موسيقي فني، ان شاء الله راح يكون راقي يليق فيكم وليق بالتجارب اللي الحين احنا قاعد نسويها، ان نقدم شيء مختلف وفن مختلف. اليوم معانا فنان راح نعرفكم عليه عقب هذه الأغنية. تخيل لو تزعلنا تكون انت علي غلطان، احس ان الخطا مني وجيك سابق عذاري. انا قبلك ضما روحي ضما للحبل الوجدان، وجيت انت وسكنت القلب وصرت بكل افكاري. حبيبي وكل ليل راح كل شيء مضالي، وكان نسيت وتحسب الاعمار. يوم جت بك اقدري لك الله، كنت اظنك حن ما قد مر بالحسبان. اقابلك تقابلني تشوفك واقع انظري. تيرارا 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 تيرارا. انا عادي بضعفه ماري. انا لو ما دريت الحب في عيوني مدى يبان، يشوفونك بلافتاتي ابتسامتي وانا داري. تصدق لا طروس سمك تاخذني وانا هيمان، شوف الدرب لعيونك وابدا فيك مشواري. انا لوني بهاللحظة يقابلني غريب انسان، بضمه واحسبه انت وهذا بس على الطاري. صدق سوالف ليه صح؟ الله الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام، شنو هالفن العجيب. يعطيك العافية. يعافيك. خالد مشاري، خالد انت شنو قاعد تسوي اليوم؟ احنا قاعد نقدم شيء جديد، انا قلت بعرفكم على الفنان اللي معنا اليوم. معنا فناننا خالد مشاري، شخص عزيز عرفته من السوشيال ميديا وابداعاته اللي في السوشيال ميديا. كلمني عن تجربة حاليا، احنا تونا مبلشين، قول لي شنو قاعد تحس الحين؟ والله وايد مستانس. اول شيء الشيء اللي قاعد تسويه شيء وايد واو. مو شويه انزين، شنو نوعدهم حبيبي؟ شنو نوعدهم الحين بهالليله؟ شنو تبي نوعدهم؟ ان راح يستانسون يسمعون كل شيء اول. حلو، فنبي نبلش على طول بدون ما مقدمات وكذي، وهذا نبي نسمع. نبي الحين قاعد نجرب تجربه جديده اليوم، ان نطلع اللايف وناخذ من الكومنتات اذا تبون تعطونا شنو اقتراحاتكم. قاعد يبين عندك شنو اكثر مطرب عليه ترند حاليا؟ شنو اكثر مطرب عليه ترند؟ وين يبونه؟ يلا اللي يبي طلبات يكتب لنا هو شنو يبي، عشان احنا ما نبي نسولف وشي، نبي على طول ندش غنى وبالنص ندخل سوالف من اللي انتو قاعد تقولونها. انت شنو تحب تسمع وشنو تحب تغني؟ ادري فيك انك حبيتي الفترة الاخيرة. هي. شوف انا ما كنت اسمع حق رابح صقر. اوكي، يمكن تحس بعيد عني، لان وايد احب المجيد راشد انغام. صح، اعرف جوك. بس في اغنية حق رابح اوكي
سمعته وايد حبيتها، فصايره هبتي اللي وايد قاعد اغنيها لدرجه الناس قاموا يطلبونها كلها اغنها حق رابح. حق رابح. شنو هي الاغنيه؟ اسمها الرصاص. الرصاص. تبي نبلش فيها؟ اسمعك اياها راح تحبها صدقني. يلا. لكتبتك بالرصاص دفتر احساسي ومحيتك، ارجع ادور بقايا اسمك في محايتي، وما احس اني نسيت وما احس اني قريتك، قد ما احس اني ما ادري منك وش هي غايتي. خايف اتمنى لقاك وما الاقيني لقيتك، عند حسن الظن وبلاش وقتها في منيتي، ونويت اجفاك قلي كيف اضم اللي جفيتك، ما يرجعني شعوري بالندم عنيتي. الله الله. راح أغنيها كلها عشان شنو؟ عشان شنو؟ أغني كل شيء. عشان أغني كل شيء. يلا أنت جيت تبي تخلينا نطلب زيادة وأشياء. أطلب أنا عندك. يلا. أنا يلا. عندك. يلا قول لي الحين ودنا نبي ناخذ شنو؟ يبون مجيد قاعد يقولون نبي مجيد مجيد. هيمان بصوتك. هيمان بصوت. ما في اغنيه اسمها هيمان بصوت. هذا عيل حقك. زين مجيد شنو ناخذ حق مجيد الحين؟ اكثر اغنيتين احبهم. اكثر اغنيتين اللي هم شنو؟ شوف طبعا في اكثر اغنيتين نظام اللي تسمعهم متردد البيت بالليل. زين في اغنيتين اللي تسمعهم اي وقت. الحين بسمعك اللي تسمعهم اي وقت، بعدين اسمعك اللي تعلي. يلا بلش روح. كل ما تاخر الوقت اغني لك. يلا روح. احنا قاعدين. اسمعني اسمع، اخر شي عندي، اخر شي عندي، وبعدها سوي اللي ودك اللي ودك اللي ودك، لحظة لحظة لا تودع، وقبل لا يجرحني حكيك أبغى أقول، أبغى أقول إني أحبك وإنت لسه اللي عشقته، قبل لا دمعي غير وجهك اللي بك عرفته، وما أبي أسأل وش حصل، وما في داعي للأمل، مستعجل حبيبي يمضي عمري مو معاك، خل هاللحظة وانت لسه في عيوني ملاك، ومدري باكر وش بيوجع من كلامك من جروحك، وانا لا هالحين يشفع قلبي ويقدر ظروفك، احكي بهمسك حبيبي توها تغفى جروحي، لا تصحيها ترى تنوي ما عندي صعب، ليه متأخر حضورك راحت ايامي وروحي، لي 3 سنين بحدادي على قول العرب، احرجوني احرجوني في سؤالي عنك ومقوى ابو، كل ما قالوا لي وين قلت ما ربي كتاب، ايش اجاوب ايش اجاوب وانت داري عارف الحال بوضوحي، من يصدقني اذا قلت الفراق بلا سبب.
هذا مجيد. انت ايش قاعد تسوي؟ انت ايش قاعد تسوي؟ الله يعطيك العافيه. التجربه انا بالنسبه لي تجربه حاليا جديده، وايد مستمتع باللي قاعد يصير حاليا، وادري انتم مستمتعين باللي قاعد تشوفونه. خلينا نرجع احنا دامنا الحين انا شطيت ودي يصير انا اغني. طبعا يصير، ما يصير احط لك شيء اسمه اوتو تيون شويه ميلوداين زين بس، ويعدل يضبط صوتي. ها اي بس يصير كل شيء سهل. يا ليلي لا اسكت خلاص خلنا على هذا المود. انزين خلنا ناخذ الحين هم شنو في تعليقات قاعد يقولوا لنا. زين انت قول لي انت شنو مطربك المفضل؟ انا احب الغام، واحب رويشد، احب مجيد وراشد، هذيلا تقريبا اكثر شيء اسمع لهم. انغام تحب لها شوي قديم ولا عادي؟ ايه ما تفرق. اي انغام احب لها قديم، احب سوالف القديم. احب الخليجي اكثر اللي يغني انغام. مثل شنو بعد؟ شنو ببالي الحين؟ صدق حزتها لما يصير شيء زين شنو تبي تسمع؟ اتوهق. ايه نفسي انا لما يقولوا لي غن حافظ مليون اغنيه بس ايه اتوهق يعني شنو اغني. يلا عطنا شيء حق انغام ما ادري شنو القديم ولا من عادة، عادة الناس شنو يطلبون منك باللايف حق انغام؟ شوف انا مشكلة اللي باللايف يعني هي مو سمعت انغام وايد يعني نادرين سمعت انغام. حلو فيلك يقول لك غني هذه اللي 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 لو اختار ما بين نفس انزين اسم الاغنيه مو لو ما بس ان عاجبهم المقطع انا خلاص حبوا انغام. انزين فشنو عاد انت تحب؟ فاحنا احنا نواكبهم نغني لهم شيء. يلا عطنا. انا وانت حاله خاصه جدا، حاله مش موجوده فعلا، وما فيش في حياتنا اصلا يا حبيبي عذاب. وانت جنبي حاسه اني طفله، وحياتي يا حبيبي حفله، وفي وش الحزن قافله كل الابواب. لو اختار ما بين نفسي وما بينك اعترف بان انت اغلى واولى وكمان اولا بحبك سنين في السر وما حدش عرف، وانا ادفع سنين تانين واحبك في العلن. اعترف بان انت اغلى واولى وكمان اولا بحبك سنين في السر وما حدش عرف، وانا ادفع سنين تانين واحبك في العالم. لا لا ترى فنانتي المفضلة. فنانتك المفضلة تفهم كل شيء اسمع لها خليجي. يلا نبي نكمل شوف احفظ اللايف قاعد يقولون هذا اكثر شيء اليوم احفظ اللايف بس ما مط... انا اتوقع ان للحين على مجيد صح كلهم نبغى مجيد يونيك في السعودية طبعا. لا اكيد ان شاء الله رايز. شنو نبي؟ مستحيل عرفها بيا، غني حق اصالة، يا ما حاولت الفراق لمجيد. حلو. نبي نوال معاك باللايف وطفتش صار تهجى ممكن قاعد اشربك ورا شاشه التليفون يقول لك. اي بس احنا اغاني تال الليل ما اشربكم. تعال نسيت احنا اشتطينا، انا حتى انا قاعد اشتط الصراحه، فيبيلنا شيء هادي الحين هدوء. عطنا شنو من الاقتراحات اللي قلت لك اياها تو يازت لك ممكن شنو يبالك شيء؟ ممكن نوال. نوال يلا عطنا نوال. تبغى الصدق اكذب عليك، اكذب عليك، هذا عذر عشان أجيك، عشان أجيك.
الحكاية اشتقت لك، كل الحكاية اشتقت لك، كل الحكاية اشتقت لك، كل الحكاية اشتقت لك، أمر ولا يمر عليك أنا وقلبي. أحاول أخفي إحساسي ولكن بالعشق مفضوح، تشوف الفرحة في عيني وأحبك بالعقل والروح. أحبك حب ما أقدر أعاند فيه إحساسي، لقيت الحب شيء أكبر من إني أخذ أنفاسي. صدق وأنا قاعد أغني تذكرت أغنية وايد أحبها حق نوال، فخلينا نكمل على نوال قبل أن يلا كمل نوال كمل. مكانك مبين أنا فاقدك، رد لي يا كل الدنيا غيرك أنا ملي. مكانك مبين إي والله واحشني، ما قدر أبات الليل وانت بعيد عني. الله شكثر فيني وله، الله شكثر فيني حنين، الله شكثر فاقد أنا حسك وفاقد شوفتك وانت بعيد عن عيني، ساكني عايش فيني، استحش الدنيا بدونك، متى يا عمري تجيني تجيني مكانك. مكانك مبين. انا ما ادري شنو انا قاعد يصير فيني باللايف الحين. كل الموجودين ادري انتم شنو قاعد تحسون حاليا، انا قاعد احس نفس الشيء. وايد ما شاء الله صوت جميل واحساس ممتع، وشيء وايد حلو ان احنا قاعد نطلع كذي في اللايف في انستغرام، قاعد نشوف الناس وكومنتاتهم. في ناس قاعد يقولون لك السهر شكله صباحي، مساعد قاعد يقول شيء السهر شكله صباحي وما في هارفي باكر ما راح يداوم بسبه اللايف اليوم. الناس قاعد يعطونا وايد اقتراحات. خالد يا خالد ما شاء الله انت راسل هذا، انت تليفونك تقدر دش تشوف اي لا شغل تليفونك دش شوف الكومنتات معنا عشان تقدر هم انت تواصل تشوف الكومنتات. بس الى بس قصر عادي تقدر تشوف الكومنتات تشوف شنو قاعد يطلبون. احلى لايف بالعالم، تسلمون على راسي عبد العزيز الضويحي، ما عليك عمر، احساس كله قدامك. بعد شنو فقدتك الجسمي. الله اشكرك. اقول لك عن اغنيه شنو لحظه. توني قريت وايد اغاني لحظه، ما ودي اطوفهم، خلي غني هم حق الجسمي قاعد يطلبون اخي على الاحساس. يا سلام. زين قول لي شنو الاغنيه. الاغنيه هذه هي اللي تقدر تقول خلتني ابلش اعزف. انا من البدايه ما حبيت ابلش. متى بلشت تعزف وما ادري إيه فانت خليتك تبلش تعزف، شنو الاغنيه؟ شوف طبعا كنت داش معهد انا. اوكي. داش ابي يعني تعرف اللي داش تبي من اول يوم انت تعزف. حلو. اي على طول كنا داش نادي بي شافني المدرب كان يقول لي لا حبيبي مو كذي الموضوع. اوكي. فقعدت تقريبا 3 اسابيع. زين. ما قاعد يعلمني اعزف، لا ها ايش قاعد يسوي؟ قاعد يعلمني شلون ايدي تكون قياسها صح على الكيبورد. الو نداشه لي داخل بحيث اني اقدر استخدم اصابعي كلهم بالعزف. اوكي. عقب ما خلصنا خلاص ما بقى شيء يخلص كرسي. زين. شوف يا ابن الحلال علمني عزف. هاك الاغنيه هذه. زين. حق صابر الرباعي اسمها تحدى العالم. صابر الرباعي تحدى العالم مره. ايه. واحده قلت له علمني شلون اغني واعزف هذه. اوكي. كان تضبط معك؟ يعني اذكر كنت اعزف كذي. صبع بيدي اليسار. اوكي. زين وشي. انا بالنسبه لي ما ادري هذا
لا يعتبر سيء. انا للحين ترى لازلت اتعلم. اوكي فشنو شنو كلنا تعرف فشنو الحين؟ فمع الايام الحين خلاص. أوكي. الاغنيه هذه صارت وايد عزيزه علي، وايد احب اغنيها لان هي اللي حسيت انها بدايتي بالاسف وياها. يلا ايش رايك على الخلف؟ خلنا نسمعها. اسمعها ليش ما اسمعها؟ وانا بنيديك تهتف مكاني ونسيت معاك عمري وزماني، والوقت فات وإياك سواني، قربني ليك سيبني أعيش أحساسي بيك، بتحدى العالم كله وأنا وياك، وبقول للدنيا في حالها إن أنا بهواك، وإن أنت حبيبي وقلبي وروحي معاك، قربني ليك سيبني أعيش أحساس هواك، أتحدى بيك كل الوجود وياك أكون أو لا أكون، أنا مش هعيش من غير هواك، أنا قلبي عاشق للجنون، بتحدى بيك كل الوجود وياك أكون أو لا أكون، أنا مش هعيش من غير هواك، أنا قلبي عاشق للكنون، من يوم لقاك حلوة الحياة. عشان الوقت ما راح أغنيها كلها ولا أنا ودي أغنيها ليه باكر؟ ليش كمل كمل، احنا معاك قاعدين اليوم صباحي عشان يكفي عشان يكفي عشان يكفي عشان يكفي. حلو شوف مرايهم انا زي ممتاز زي الحين احنا وايد ممتاز. ايش قاعد يقولون الله الله ابو سعود يا رب ارحمه داش معانا. هلا ابو سعود تو كان معانا والحين داش قاعد يتابعنا باللايف. يلا خلنا ناخذ بعد اغاني. شنو يا ابو شنو انا سمعت قبل شوي تقول فوقتك، هذا ليش وايد زعلان يا طالع اغنيه تعلي؟ قريت فوقتك بس اني فوقتك ولا تبي شيء تبارك الرحمن تبي كيف؟ مستحيل يلا عطنا مستحيل. يلا. شوف في اغاني لازم اغنيها بكل لايف مستحيل واتحدى العالم. يلا روح. مستحيل الليل يرحل ما يجيبك، مستحيل الصبح ما جابك بعد، كل يوم بدون نظرة من حبيبك، لا تعده يوم من عمرك أبد، وش تبي بي يا بعدا وش أبيبك، كل ما عزم وصاله ابتعد، شق جيبي ذا البعد وشق جيبه، والوصل ما جاب طاري لو جحد، ليه شمسك صدقت كذبت مغيبك، وليه شوقي من سهرتك ما رقت، صرت أغني طول ليلي كيف أسيبك كيف أسيبك، ويا بعدهم كلهم لو يوم حد. انغمر قالت صرت اغني لعبد المجيد. لعبد المجيد كيف اسيبك يا بعدهم كله تفهم. والله احساس احساس ودنا نكمل على هالاحساس. انا يازي الموضوع خلنا ناخذ انغام شنو هدنا
انهدم. شوف شوف ترى عندي جيش جيش كامل يدعم انغام. اه ايه ما شاء الله قاعد اشوفهم ما شاء الله ايش كثر ايه. انغام هذا يبين ايش كثر ناس متذوقه للفن. يلا يلا ضبطنا ضبطنا دعم الذوق ذوقنا شويه مو اغنيتين وبس توقف ذوقنا. ايش رايك نغني شويه شيء يعني قديم لان ادري في ناس قاعد تحلطم شنو لازم يطلع لك اثنين ولا ثلاثه يتحلطمون عطنا شيء من الاغاني القدام. يلا شنو فاعطيك مثلا شنو صار هنا زين عطني شنو يفوق الوصف. يفوق الوصف يلا عطنا يفوق الوصف خلينا نقصر نروح ولا ما يبوني انا ترى يعني احترم جميع الرغبات. يلا عطنا شنو انت احنا الحين حاصل لنا شيء عشان نقول لا روح عطنا. لا لا شني بروح على شو اسمه شنو راشد ما غنينا ولا ترى. يلا عطنا راشد شنو حق راشد. انا اكثر شخص بالدنيا يحبك وانتي ما تدرين وفيك يا موتنا وحيا من اول يوم لين الحين يا اجمل اجمل الاشياء ويا اغلى من نظير العين. متى قلبك متى ممكن يصافح بالوله قلبي متى هالبال يطمن على احساسي وعلى حبي اذي هذا الغلا معلن تعبت احب وخبي. متى قلبك متى ممكن يصافح بالوله قلبي متى هالبال يطمن على احساسي وعلى حبي ابي هذا الغلاء معلن تعبت احب وخبي. طين دل دربه دل دربه قاعد اشوف الحين ايه قاعد اشوف هني او صار هني الكومنتات دل دربه قاعد اشوف الناس وياك وياك. فهذه الاغنيه جدا عجيبه. شنو عندنا خلنا ناخذ على طول طلبات على طول. انا طلعت من اللايف ودشيت من تليفوني فمو مبين عندي كل الكومنتات. فخلنا نشوف شنو عندنا. ذاك الغبي يبون ذاك الغبي. تبي ذاك الغبي؟ تدري من اللي يبي ذاك الغبي؟ منو؟ واحد موجود هني. يلا موجود هني عيل لا تحطها بخاطره. يلا زي ذا هالشخص لازم نحطه بخاطره. ها اوكي ما ادري ما تبي تعطي. يلا شخص موجود هني يلا قام يتلفت. تذكر اللحظات اللي بعتني فيها نظرتي ونبضات قلبي وانت تطفيها جيت بحكي ما حكيت ما مدى انت مشيت وما التفت وانا من سبع سما الاحلام طحت ادمتني بنيت نفسي وعشت ونسيتك خلاص كسرتني لملمت اشتاتي ولا غيرك نقص وليه راجع من تبي عاشقك ذاك الغبي اللي كنت انت عيونه كنت اول من يخونه انت ظله مات طيب صاحبي وغنيتها لصاحبي شفت شو
طاب خاطره صاحبك ولا ما طاب خاطره؟ طاب خاطره يقول زين الحمد لله. الصراحه اذا ما طاب خاطره بعد هذه كيف لا كيف ها زين خلنا ناخذ يبون المسباح حن الغريب بلقيس شنو بعد عندنا شنو بعد الله الله شنو الله الله يا عبد الرحمن رجعت ايام برامج الهواء بسعود بسعود اليوم وايد احنا عندنا ذكريات مع بعض منور بسعود يلا يلا اي 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 روح بس ما اعرف اعزف هذا قاعد اجرب اوكي خلينا ندش بالاغنيه يلا دش تدرب بعد اللايف يلا ما هي هالليله وبس وانت متغير علي صار لك كم ليلة وانت وانت بالك مولي وانت بالك مولي حاضر بقلبك وغايب وانا قلبي فيك ذايب ليه يا اغلى الحبايب انت سامع عني شي انت سامع عني شي ما بين بعينك على كثر ما جاك لو حسافة ليتني ما عطيتك تخطي وعذر خطاياك هويت غلطاتك كثر ما هويتك ضحيت بالدنيا علشان دنياك خليت كل اللي يبيني وجيتك كنت في عيوني علقاك حتى ولو غمضت عيني لقيتك وما أدري نفسه ولا غيره اللي صار ربع ساعة يكتب يا ما حاولت الفراق يا ما حاولت الفراق يا أبو ولا؟ ما أدري والله بس إنه هم عندي قاعد أشوف واحد قاعد يقول تكفى ذكرى عشان أبي أروح أنام ما نبيك تنام قاعدين صباحي أبو شاكر راح تنطر عشان تنظر معنا الأغاني لآخر شيء تروح تنام معكم يا ما يا ما يا ما حاولت الفراق وما قويت كنت أبي أنساك لكن ما نسيت ما عصاني قلبي بغمره لكن الأكيد أني أنا اللي ما اشتهيت التقينا بليلة من ليل البعاد والهوى والحب في قلبين عاد قلت لا ما غيرك بعدي حبيبي قال حبك ما تغير إلا زاد يا ما يا ما حاولت الفراق وما قويت كنت أبي أنساك لكن ما نسيت ما عصاني قلبي بعمره ولكن الأكيد أني أنا اللي ما اشتهيت سلام يا سلام يا سلام شيء شيء روعة الله يعطيك العافية الحين نبي نجرب تجربة جديدة ايش رايك شنو دامنا الحين خذينا من الأشخاص الموجودين معنا باللايف نبي الحين هم ناخذ اتصالات حطيت رقم على الشاشة يلا واللي يبي هم يشارك معنا يبي يطلب أغنية يبي يسمعنا صوته يغني معاك ديو وش رايك نقدر ناخذ نقدر ليش ما أي أحد الحين يبي حطيت الرقم على الشاشة موجود قدامكم فت
تبون تتصلون علينا تطلبون اغاني هذا الرقم، تبون تكتبون هم كتبوا لنا بالكومنتات، تبي تغني ويا خالد خلينا نجرب شيء لايف على الهواء اذا صوتك حلو عاد، لانه مو نفسي يعني تطلع تقول بغني مع خالد. فغرام وغرام وعشق اصحف شنو فؤاد عبد الواحد وعشق ما ادري احس شيء في صدري. يلا فكيت لك الميوزك. غرام وعشق ما ادري احس بشيء في صدري، من الله صرت احب هالبنت كأن فيها شيء سحري. غرام وعشق ما ادري احس بشيء في صدري، من الله صرت احب هالبنت كأن فيها شيء سحري. في وجه لا طالع قمر، خد لا ضحك حمر، وعيون مكحلة سودة واسهر يلي ما تسهر. في وجه الله طلع قمر، وخد الله ضحك حمر، وعيون مكحلة سودة واسهر يلي ما تسهر. ولا ادري جابها في دربي، ولا ادري من هي يا ربي، انا كل اللي اعرفه هالبنية دخلت قلبي. ترى انا اللي عفست الدنيا هني، قلت باخذ اتصالي انا رقم كان فيد على صوت الكيبورد. يلا ما عليه، في معنا اتصالات قاعد يدقون وقاعد يسكون، ما ادري ليش قاعد اخاف مترددين. فاللي يبي يطلع معنا الحين لايف خاف عبالهم يدقون رنه. لا مو يدقون رنه عاد، دقوا تبون تطلبون اغاني تبون تغنون دقوا علينا على هذا الرقم راح نطلعكم معنا. خلينا نشوف شنو عندنا، شنو نبي اصير احسن. يبون حمود تعال، ما حد قال لك لحظه ما يخالف احنا قاعد نسولف، ما حد قال لك من قبل ان صوتك يشبه صوت حمود. هذا في ناس ما تحب تشبه. اقول لك شيء، في ناس ما انا ما احب احد يشبه، يعني قاعد احاول كثر ما اقدر اني اطلع بشيء ثاني. زين اي بس ادري احنا قاعد نسولف. صار موقف اوكي اوكي قلت من كثر ما يشبهوني بحمود. حلو قول لي. كنا بحفل تبع وزاره الشباب. الو طبعا اغنيه وزاره الشباب للكويت عاصمه الشباب 2017 انا كانت بصوتي. أوكي. انا مسويها. الو فكان في حفل وعازمين في مدعوين وكذي. فكنت رايح وحمود كان موجود بالصدفه بنفس المؤتمر. اوكي فسلمت عليه واحنا طالعين شانيني، كان يقول لي الاغنيه وايد حلوه بس وايد اذوني كلهم يوني يقولوا لي الاغنيه حلوه. يروحون حق حمود يقولوا له الاغنيه وايد حلوه بس مو مغنيها. صح هذه كانت تصير. أقول لك وايد يشوفون. هذه بالبداية أتوقع كانت تصير. الحين بالفترة اللي طافت قاعد أشوف. قاعد صار في. قاعد تغير الفترة الأخيرة. زين فالحين قمت أنت شنو تحس صوتك قريب على منو من الفنانين؟ ما يخالف. ما بيكون. أنا أدري إن هذا ما تحبونه، بس منو الصوت اللي تحس إنه أوكي أنا ممكن مشابه حق صوتي أو ودي يصير في مستوى منو؟ فناني ما يحبون هالأسئلة، أدري إنه ما تحبونها، لا عشان شيء أنا قاعد أسأل. ما أحب هالأسئلة، لا بس أنا شوف أنا وايد أحب ذوق. إحنا بإنستغرام قول عادي قاعد نسولف. لا يعني بس أنا وايد أحب ذوق أنغام بالاختيارات. أوكي. الأشياء اللي تغنيها. حلو. فحتى الستايل اللي تغني. حلو. وايد قريب مني يمثلني أحس. أوكي. فأنا الشخص اللي أسمع له وايد وأحاول إني أتعلم من طريقة العرب اللي يقولها، من طريقة الغنى. وايد احب انغام. فير انف. اوكي انا ارتحت انا قلت لي انغام. اوكي فمعنا اتصال، خلنا ناخذ اتصال. الو انت على الهواء. الو ليش انت الصوت كيف وصل هو هذا؟ اي لحظه. الو لحظه ثواني مره ثانيه، خلنا نحاول ناخذ اتصال مره ثانيه. على ما انا اضبط الاتصال خلنا نسمع شيء على السريع. أبشر من عيوني الثنتين مثلك تلبان طالبة، القلب ما يسكنها شخصين واحد ويكفي تعذيبة. أبشر من عيوني الثنتين مثلك تلبان طالبة، القلب ما يسكن شخصين واحد ويكفي تعذيبة. الله
وراه العين يمن النات. ترى ما قلت لك شيء، انا اكثر واحد ينسى الكلمات. شنو؟ اكثر انسان ممكن ينسى الكلمات نفس الاغاني. على ما انت تتذكر الكلمات، لحظه خلنا نشيك. انا هذا شابك بس ما ليش طلع الصوت هنا؟ ما يخالف، يقولون نبي ابيك وما ابيهم. طلع الصوت عندي بس ما طلع حق اللي قاعد يسمون. يقولون ابيك وما ابيهم. جاهزه؟ كل شيء عندي جاهز. يلا كفى. تحدوه البشر كلهم وصاروا ضد بالهوى، والله صاروا ولا همه حبيبي حبيبي مهما صار الناس ضده. تحداهم وحط ايدي بيده ولا همه حبيبي ابيك وما ابيهم ابيك وما ابيهم ابيك وما ابيهم ابيك وما ابيهم ولا غير سكن قلبي وعيني حبيبي عود لي وجودك عندي بالدنيا يا غالي ورسمك ساكنة في قلبي وخيالي ولا غيرك حبيبي ترى مهما بعدك عني طول أبا صبر لجلك انت وتحمل وترجع لي حبيبي. يا سلام يا سلام، معانا هم اتصالات، خلنا ناخذ اتصالات الحين على طول على الهواء. تفضل انت على الهواء. الو الو، يعطيك العافيه، تعرفنا بنفسك. الله يعافيك وخليك ويحفظك اخوي عبد الرحمن. انا والله الله يسلمك. تفضل انت معانا على الهواء، شنو حاب تطلب ولا؟ بداية أنا مو حاب أطلب، أنا حاب أشهد بشهادة مجروحة بالشخص اللي أمامك. الله. أخوي خالد المشاري أخ وصديق وشهادتي في أمانة جدا مجروحة. يا بعد ما أدري هو عارفني ولا لا يعني. شو ما أعرفك؟ عرفنا إحنا عرفنا. من قلت بداية أنا عرفتك؟ لا بس زين ممتاز، بداية ما عرفتك هذه يعني تكفيني يا ابو وليد. احنا طمعانين ان نعرفك، عرفنا بنفسك طال عمرك. عبد الرحمن يمكن انت كان في اكثر من لقاء التقينا مع بعض بس يمكن ما تعرفني كاسم، معك اخوك احمد المطوع. والنعم والله والنعم طال عمرك، كيف حالك؟ تمام حالك، مالك زود، هلا فيك حبيبي. حبيب حبيب. شنو ودك تسمع احمد؟ والله انا طلب باللايف بس ما ادري اذا ابو وليد يعرف اغنيه ولا لا. شنو بتعطيني أغنية شو اسمه أجدادي؟ بلقيس حقير شو. الله توصل لك الحين. بس حبيب توصل حبيب لك. تسلم تسلم تسلم. تامر أمر. كم أحمد عندي أنا؟ ما يا أمر عليك عدو ظالم، وخلنا نشوفك قريب يا أبو. من هالعين قبل هالعين حبيب. تسلم مطوع، ما قصرت، مشكور حبيبي، مشكور على اتصالك. تسلم. سلام. هذا كان طلب أحمد المطوع. هنشوف ما شاء الله قاعد تيجي اتصالات ورا بعض. ناخذ اتصال، اي ناخذ اتصال بعدين نرجع عشان نمشي على الطلبات. يلا خلينا نشوف شنو عندنا الحين هنا. قاعد يقول لحظه احتاج الناس اللي بيطلب الحين هم، خلي رد، انا شلت الرقم، خلي رد الرقم مره ثانيه عشان اللي يبي يطلب معنا. ناخذ اغنيته كيف اللي تامر فيه. انا قلت باخذها قبل لا ارد لهذا بس انه يلا. تبي هادي ها؟ يلا اوكي امورنا طيبه. حقير الشوق ما يرحم، ما له وقت أو حزة يعور قلب كل إنسان فقد له واحد يعزى. يا ليت الشوق عنده قلب عشان شوي يحس فينا. كل ما صارت لليل فوقت النوم يأذينا. يا ليت الشوق عند
قلب عشان شوي يحس فينا. كل ما صارت لليل فقت النوم يأذينا حقير الشوك ما يرحم. ترى صج حقير حقير بس متى تعلل. الله يلا ناخذ بعد رجاوي. أبون رجاوي رجاوي زين. في غنية وايد قاعد يطلبونها بس أنا جدا أعتذر لأن محافظ الغنية أصلا يعني مسامعها وايد بس أعرف بدايتها فأنا يعني عن الحلال الحرام راح أغني بدايتها بس. يلا عطنا بدايتها. شوفيني كان جرب شيء قبل هذا قاعد توهق شوي. حن الغريب ورجع له عود مع الغيم لحبابه هب الهوى وقام يندهله حي الشتا وحي ما جاب حي الشتا وحي ما جاب. اسمح لي اغنيها مره ثانيه بصوره الطف. يلا نسمح لك احنا نقدر ما نسمح لك. حن الغريب ورجع اعلى. حن الغريب ورجع لهله عود مع الغيم لحبابه هب الهوى وقام يندهله حي الشتا وحي ما جابه حي الشتا وحي ما جابه. في شوي بس لهني حافظها الصراحه. زين زين جميل. احنا عندنا اصلا جميل جدا جميل. تبي ماي؟ في عندنا ماي عندنا كل شيء هنا فول سيرفيس. قاعدين قاعد ناخذ هم طلباتكم. خيانه 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 انت غير الناس عندي لراشد. والله ودي اغني معاكم. يلا حياك. شنو بعد عندنا؟ خالد الين اليوم ذكرى. شنو بعد؟ وايد صعب طلبه. وايد صعب صح. زين شنو بعد؟ أنا قاعد أخذ قاعد أقرأ لك الكومنتات اللي موجودة وأنت كيفك عاد. شلون لايف وكذي تصور؟ حياك تنورنا طال عمرك هني ونصور معاك لايف أقوى من هذا بعد. شو رأيك؟ في معنا اتصال. لحظة في معنا قل لي اتصال. ما شاء الله عليك في كل حلقة تتصل علينا. أخت أمل هي من ذوي الاحتياجات الخاصة تبي تطلب طلب. تفضلي. الو 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 ايه تفضلي انت على الهواء. امل عبد الرحمن. انا بس حبيت اوصل سلامي حق خالد. انا انعجبت بشخصيته. يا بعد قلبي شكرا. مشكوره امل. وصل سلامك. هذا حبيت اقوله لكم. سلامك وصل يا امل. مشكوره وصل وايد وصل. على اتصالك مشكوره. سلام عليكم. في معنا اتصال ثاني بعد. انت معنا على الهواء. تفضل عرفنا بنفسك. فاطمه. اوكي. وابي اغني اكتب لك تعهد. قاعد اكتب بالكومنتات بس ما يشوف. مو قاعد نلحق ما شاء الله الحين بالكومنتات. حاضر. لو لايفه تنغنى كلها انغام. حاضر. بس لان اللايف مو لايفه. قلنا حاضر. قال لكم حاضر خلاص الحين بيغني ان شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيك حياك الله. سلام. ها يقول لو لايفك كان كله انغام صح؟ اي انا انغام بس لايفك كله انغام. عندي ولاء كبير. يلا خلنا نرد عيل. يلا تفضل. سوالف البالتوك لك احلى مايك. لا للحين ميوت. اوكي. ممكن تسبني اشتري عمري اللي باقي يقول بكام مش عايز اعيشه معاك عشان
لو عشت كل جراح حرام، ولو انت خايف لما تسيبني هابل بعدك حد يصوني، وانت لو ما بقتش بتصدق كلام، انا ممكن اكتب لك تعهد مني اني هعيش لوحدي باقي عمري، بس اعيش باحترام. انا عايزة نفسي حتى لو كل اللي باقي منها صوت، ما انا لو هكمل حياتي بيك من غير ما يجي الموت هموت، ما بقاش في قلبي مكان مليك ولا حد تاني خلاص مفيش، ما بقتش عايزة حاجات كتير، كل اللي أنا عايزة أعيش. ولو انت خايف لما تسيبني تصدق كلام، انا ممكن اكتب لك تعهد مني اني هعيش لوحدي باقي عمري، بس اعيش باحترام. اغنية وايد تعب بس جميلة الأغنية. إيش رأيك في أكتب لك تعهد؟ كمل يعني ولا أنا صار فيني إن وقف؟ لا أنا 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 اللي وقفت قاعد يصير فيني. إحنا وقفنا لا إحنا لايف الحين. إحنا لايف إيه. صدق؟ إحنا لايف أنا اللي وقفت قاعد يصير فيني ما أدري شنو أقول صراحة. شنو تبي تغني قلت لي؟ الله في أغنية. يلا قول لي شنو الأغنية؟ في أغنية حق راشد. يلا أعطني. تقول اسقني حب أو اسقني فرقة. الله. وصفر تشكي. الحل الصعب. وانهجر تشكي. الله. يلا. هذه الأغنية جبارة. اسقني حب أو اسقني فرقة، صبر تشقى وانهجر تشقى، العمر يمضي العمر يمضي والجروح تبقى والجروح تبقى، اختار الحل الصعب يا تفارق يا تحب، اختار الحل الصعب يا تفارق يا تحب، يا تفارق يا تفارق يا يتودعني راحل، لا تحدد لي مراحل، لا لا يا تجيني حب يا
يتوداني راحل. هذي وردة للهوى هذي جروحي، عطني روحي سيدي أو خذها روحك. وش بقى ضاعت سنيني سنيني يا بعد قلبي وعيني، يا بعد قلبي وعيني. جميلة الأغنية. جميلة يا الناس اشتطى يقول نبي لايف صجي، ما فهم شنو يعني نبي لايف صجي. نبي لايف صجي نكون معاكم. لا نبي لايف صجي يكون معاكم، الناس بتي معانا بسبة هذه الحلقة، فش رايك ممكن نسويها لايف صجي كذي؟ ترى ان شاء الله ان شاء الله قريب. شنو تسوي؟ شنو في عندنا شيء قريب حاليا بتسوي؟ وهقني اي لا تقعد تقول ان شاء الله في اغنية جديدة. اي نبي نحب الحصريات احنا. اي في اغنية بالدرب. اي و موضوع اللايف شو ايه موجود الفكرة، وقريب ان شاء الله قريب انه لايف شو مو لايف كاميرا، قريبة مالت الفنانين. لا لا القريب نعرفها هذه بقى. لان سويتها توا مرتين. اوكي سويتها مرتين بجلاسكو وليدز، كان الستايل لايف شو توك راد. صح انا شفت هناك. اي صح الحمد لله على السلامة. شنو سويتوا هناك؟ شنو كان سويت بليدز وجلاسكو؟ الوضع كان مثل لايف شو. اوكي كان الوضع انه ما في حاجز بيني انا اللي على الستيج والجمهور. الوضع انه حتى لو انت قاعد تقدر تقول لي اغنيتك اللي ودك تسمعها وانا اخليك وعلى طول على طول. فدام ان احنا قاعدين هذا خذينا خبر حصري راح تسويها قريب، يعني شهر ثلاثة شهر أربعة قريب. هل حروة أربعة ثلاثة هل حروة هل حروة إنزين. فالحين قريب إحنا راح إن شاء الله نشوف اللايف شو عندك، وهم قريب راح يقفل علينا البث وراح ينتهي. فأتوقع أن آخر أغنية معنا راح نقدر نأخذها الحين. شنو راح بقى عشان أعرف؟ 58 خلاص إحنا 58 إيه. فعطنا آخر أغنية هذه لك، أقول لك وداعك مر. وداعك مر أبد ما بيتوداعني قبل بعدك، بقول أمسيت أنا بسري وجاوبني تلاقي خير. أبى أحفظ طيفك بعيني وأسكر عيني من بعدك، وإذا الله كاتب اللقيا أكيد إن اللقى بيصير. كانت أمسية جميلة، الله يعطيك العافية خالد، مشكور على وجودك معنا. أنا جدا استمتعت في هذه الأمسية والتجربة صراحة، حتى أنا قاعد أجرب شيء جديد، فأتوقع شكلنا بندوس في هذا الحيل. فأنا استمتعت، أنت شنو كان شعورك؟ أطلعت قبل لا نختم. وايد وايد استمتعت، الجو اللي أنا قاعد أسمعه غير عن أي لايف عشته من قبل. طلعت لايف من قبل مكان معين مني منك بالبيت مع الناس، التجربة هذه تعيشني صج اني داش لايف، في فرق. وليا ان شاء الله والخير بقبال. مشكور خالد مرة ثانية نورتنا. يعطيك العافية. الله يعافيك ما قصرت. مشكورين كل اللي موجودين معانا باللايف، السموحة حق كل اللي ما قدرنا ناخذ كومنتاتهم. هذا كان لايفنا اليوم، اول تجربة في هذا يكون في معنا موسيقى وشي، لكن هم ان شاء الله مستمرين، توعد ان راح نستمر في هذا. اكيد اكيد ان شاء الله. فان شاء الله الايات اكثر كان يصير صفقة هني. يعطيكم العافية، تصبحون على خير. نختم مع موسيقتك عين، يلا على ما يطفي علينا مع موسيقى لين يطفي معنا. تفاصيلك هي ضعفي لا تسأل ليه، حنانك ضحكتك هبتك وطيب أصلك، وصوتك كوكب وهاج حسك فيه إذا سولفت ياخذ